أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال للكاتب عمر كوش حول الصراع على السلطة والزعامة في العراق. يعيش العراق على وقع أزمة سياسية واجتماعية حادة، وذلك في إطار الصراع المحتدم على السلطة والزعامة بين زعيم مقتدى الصدر ونوري المالكي الذي يتزعم ما يسمى الإطار التنسيقي الممثل لتجمع قوى سياسية شيعية شديدة الولاء للنظام الإيراني. وبالنظر إلى أن تظاهرات الطرفين ومسيراتهما مدعومة من ميليشيات الحشد الشعبي وسواها، وبعضها مدجج بسلاح كثيف، وإلى زيادة منسوب الاحتقان والتوتر في الشارع العراقي، ويقف الشارع العراقي بعيدا عما يحدث في شوارع بغداد وساحاتها، وخصوصا الناشطين الذين خرجوا في تظاهرات واحتجاجات في أكتوبر تشرين الأول عام 2019 ضد القوى والأطراف نفسها التي تستخدم حاليا احتجاجات الشوارع في إطار صراعها على السلطة والزعامة في العراق، ولا تتعرض لأي عقاب من أحد، بل إن تظاهراتها واعتصاماتها محمية من قوى أمنية مسلحة. في إطار استمالة قوى شعبية إلى طرفه، يحاول الصدر التوجه بخطابه عن التغيير الجذري والإصلاح إلى الشعب العراقي لكي يحثه على دعم احتجاجات أنصاره، لكن نشطاء عراقيين كثيرين يشككون في جدية واستمرارية تبنيه مثل هذه الأفكار، حيث أصدر تجمع لناشطين بياناً وقعته قوى تشرين اعتبروا فيه أن التجارب العديدة بين الشعب والتيار الصدري خلفت فجوة تحتاج إلى ردم جاد وحقيقي، فضلاً عن تذبذب القرارات القيادية للتيار وعدم وجود خريطة طريق واضحة للاحتجاجات الحالية، وذلك رداً على دعوة الصدر إلى الانخراط في الاحتجاجات. وطالب البيان الصدر باتخاذ موقف واضح من مطالب تغيير النظام والدستور، وأن يتعهد لأبناء الشعب بمحاسبة الفاسدين جميعاً بما فيهم فاسدو التيار الصدري. ويعتبر ناشطون عراقيون كثيرون المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية مع الصدر مجازفة غير محسوبة العواقب، بالنظر إلى عدم استبعاد إمكانية أن تنتهي احتجاجات أنصار الصدر في حال اتفاقه مع أحزاب وقوى الإطار التنسيقي على تفاهمات معينة. لذلك لن تغامر تيارات مدنية وقوى أخرى بالخروج إلى الشارع ومساندة الصدر، لأنها تخشى ببساطة أنها في حال مشاركتها مع الصدر في الاحتجاجات فإن لا شيء يضمن انقلابه عليها أو محاولة تهميشها لصالح تنفيذ أجندته. ويبدو أن الحماسة قد فعلت فعلها مع الصدر حين اعتبر أن ما قام به أنصاره ثورة شعبية حررت المنطقة الخضراء، ولابد لها أن تستمر حتى تغيير النظام السياسي برمته وتغيير الدستور، في حين أن القاصي والداني يعلمان جيدا أن أنصار تياره خرجوا بناء على توجيهاته، وأنهم لن يتأخروا في مغادرة المنطقة الخضراء وسواها والعودة إلى بيوتهم. يتساءل الكاتب أحمد صبري، ما هو الحل لإنقاذ العراق في ظل تقاطع المصالح والنفوذ وعزوف الدولة التي أدخلته في الخانق الذي يتخبط به منذ 19 عاما، وإدارة ظهرها عما يجري في العراق، مثل ما زعمت الولايات المتحدة الأمريكية بأن غزوها واحتلالها العراق كان بذريعة تهديده للأمن القومي الأمريكي وحيازته على أسلحة محرمة دولياً؟ فإن تداعيات هذا الاحتلال الذي جاء خارج سياقات المنظومة الدولية وتقاطعه مع شرعيتها ما زال ينغص حياة العراقيين وتطلعاتهم بوطن آمن ومستقر. والسؤال الذي يشغل ويقلق المعنيين بمستقبل العراق رغم وجود اشتراطات التغيير والإصلاح، فإن أمريكا ليست في وارد الذهاب إلى خيار التصحيح والمعالجة لعزوف إدارتها الديمقراطية عن التعاطي مع أزمات ومشاكل بعيدة عن الشأن العراقي. لقد تسبب احتلال العراق وبعد مرور 19 عاماً على حدوثه إلى تربع العراق على ذيل قائمة الدول الفاشلة،
أمواله منهوبة، وتسيد طبقة سياسية للحكم أدخلت العراق في الخانق الذي يتخبط به من دون أمل بتدخل دولي لوقف انهياره تماماً. وهنا تكمن مسؤولية المجتمع الدولي في ولايته، لا سيما الدولة التي تسببت في الدمار والفشل الذي يعانيه العراق جراء غزو واحتلال غير شرعي لدولة ذات سيادة أسقطت نظامه الشرعي وحولته إلى حلبة لصراع قوى طامعة بأرضه وثروته ومياهه ومستقبله أمام أنظار العالم كله، من دون أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الذي يتوالى فصولاً خلال السنوات الماضية. إن ما يجري في العراق يوصف بأنه كوميديا سوداء يتبارى فيها أركان الطبقة السياسية وأنيابها المسلحة الطائفية على المصالح والامتيازات، ناهيك عن فشلها في إدارة شؤون العراق، الأمر الذي يتطلب تدويل القضية العراقية لانتشال دولة كانت موحدة مستقرة قوية مهابة لوضع الدولة التي غزت واحتلت العراق أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لتصحيح المسار ووضع العراق على سكة الأمن والاستقرار لمنع استمرار دخوله في متاهات المجهول وانتشاله من وضعه المزري الذي يوصف بالكارثي. ونقرأ من صحيفة الميثاق مقالا للكاتب صباح الناصري في جدة يقول: لم يحالف بايدن الحظ في الضغط على دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية لرفع مستويات إنتاج النفط لحل حالة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم. الرد الدبلوماسي للدول العربية المنتجة للنفط التزامها باتفاقية أوبيك بلس والعقود المتوسطة وبعيدة المدى والسعة المحدودة للإنتاج كانت رسائل إلى بايدن للتعامل مع ملف أمني خطير يهدد أمن المنطقة والعالم. إنه أذرع إيران المسلحة في المنطقة وملف الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى إشراك الدول العربية في المفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي كونه يهدد أمن وتوازن القوى في المنطقة. تداعيات صراع المصالح التركية الإيرانية تكمن خلف العمل الإرهابي في زاخو في محاولة إيران من خلال أذرعها الميليشياوية باستدراج تركيا إلى صراع جانبي في العراق. قصف القواعد التركية والقنصلية التركية في الموصل بأسلحة وطيارات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى محاولة قلب الرأي العام العراقي ضد تركيا، هي أكبر مؤشرات على ذلك. إيران تحاول استخدام ورقة زعزعة الأمن في العراق ليس فقط لاستدراج تركيا إلى معارك جانبية، إنما أيضاً كرسائل تحذير للغرب في تفاوضه أو انسداد أفق التفاوض مع إيران وللدفع ضد أي تحالف أمني ضدها، وأخيراً لخلط الأوراق لمساعدة ذراعها السياسي الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة تابعة إلى إيران. الحكومة في العراق التي أكالت التهم ضد تركيا تدرك تماماً أن مجلس الأمن لن يدين تركيا ويدفع باتجاه تحقيق ثنائي عراقي تركي في حيثيات العمل الإرهابي في زاخو للوقوف خلف المسببات وكشف هوية الفاعل الحقيقي، بمعنى أن الحكومة تناور من أجل عدم تصعيد الأزمة المفتعلة أصلاً وجر العراق إلى صراع إيراني تركي في العراق. نشر موقع The Intercept تقريراً أعدته إليز سويت وإليز سيبري، قالتا فيه إن وسائل الإعلام الأمريكية عادة ما تتجنب نشر الصور المروعة والموت في غزة وتقوم بتقديم صورة معقمة عن العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وبطريقة ما تحرم الأمريكيين من مشاهدة الوجه الحقيقي للقصف الإسرائيلي على غزة. وأضافت أنه مع بداية وقف إطلاق النار في ليلة الأحد وبعد 3 أيام من الهجوم الإسرائيلي على غزة، جرح 350 فلسطينياً وقتل 46 من بينهم 16 طفلاً. وطغى على التغطية الإعلامية الأمريكية للهجوم صور السماء المغبرة أو المغبرة أو الغزيين الذين يسيرون وسط ركام من الأنقاض، ومع أن الصور دقيقة وحديثة إلا أن اللجوء للخيار الآمن ونشر هذه الصور بدلاً من تلك التي تصور القتلى والجرحى هي محاولة لتقديم واقع للمشاهد الأمريكي منفصل عما
تكشف حقيقته الأرض. أن تنظر لمجموعة الصور التي التقطت خلال الحدث الإخباري هي تجربة من النادر أن يجربها الأمريكيون باستثناء محرري الصور في غرف الأخبار. ومع زيادة أعداد القتلى خلال الأسبوع الماضي، تدفقت الصور التي التقطها المصورون الصحفيون إلى وكالات الصور جي تي وأسوشيتد بريس. وفي بحث سريع عن غزة بوكالة جي تي يعطيك كماً لا نهائياً من الصور الوحشية من الأسبوع الماضي. وفي كل الصور ظهر الأطفال الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي بشكل بارز، وتقدم الصور مشاهد الجنازات، وجوه الضحايا مكشوفة وجثامينهم مرفوعة عالياً أثناء مسيرات الشوارع. وفي بعض الصور بدا المعزون وهم يلتقطون الصور لأنفسهم من هواتفهم وهم يقفون إلى جانب الجثامين كدليل وإثبات عن الرعب الذي حدث وكانوا شهوداً عليه. وهذه الصور موجودة إلى جانب الصور غير المفصلة للقتلى والجرحى والتي عادة ما يختارها الإعلام الأمريكي للنشر. صواريخ تحلق ليلاً في السماء ولحظات هادئة يقوم فيها الأطفال بالبحث بين ركام بيوتهم ودخان أسود يرتفع في الأفق. وفي صور وكالة جي تي هناك جثامين أطفال ملفوفة بالقماش الأبيض مرصوصة في المشرحة وهي كثيرة ولا رقابة عليها. وهذه الصور وإن كانت صادمة ومثيرة للغضب إلا أنها تقدم صورة واضحة عما يحدثه قصف الأماكن السكنية المزدحمة. ومع ذلك فهذه الصور هي الملمح الرئيسي لنزاع غير متساو لم يقتل فيه أي إسرائيلي، ومن النادر نشرها. وقال الصحفي سليمان حجي بشكل عام لا تظهر التغطية الدولية والإعلام الأمريكي هذه المشاهد التي يقتل فيها الأطفال والنساء الأبرياء. قالت الكاتبة البريطانية كاثرين فيليب إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمثل تصعيداً كبيراً للتحقيقات المختلفة الجارية بشأن أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، مما يزيد من فرص اندلاع معركة سياسية إذا جرى تقديمه للمحاكمة. ومن المحتمل أن يدمر أي فرصة لخوضه السباق الرئاسي للمرة الثالثة في عام 2024. أضافت بمقال في صحيفة التايمز زادت المداهمة من الضغط القانوني على ترامب على الجبهات الأخرى التي يتم التحقيق معه فيها، بما في ذلك دوره في أحداث السادس من كانون ثاني يناير في كابيتول هيل. إن الكثيرين في الحزب الجمهوري كانوا مترددين بشدة بشأن احتمالية عودة ترامب، لكن أنباء المداهمة أثارت شعوراً بالغضب وهو ما قد يفيد ترامب. وأوضحت فيليب أن المداهمة تمثل خطوة غير مسبوقة تقريباً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي للتدقيق في تصرفات رئيس سابق، مما يتطلب منهم إقناع القاضي بوجود سبب للاعتقاد بأنه قد يكون هناك دليل على وجود جريمة. ومن المرجح أن تتطلب مثل هذه الخطوة موافقة من أعلى المستويات في وزارة العدل وربما المدعي العام غارلاند نفسه. وألفتت إلى أن التقارير الواردة بشأن أسباب المداهمة على منزل ترامب أثارت تركيزاً حاداً على قانون جنائي يقضي بعدم أهلية المدعى عليه المدان بالاحتجاز غير القانوني أو إتلاف المواد السرية من تولي المنصب. وبحسب الكاتبة فإنه في حالة الإدانة يمكن تغريم المدعى عليه أو الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، ولكن إذا كان يشغل منصباً فيدرالياً فإنه يفقده ويحرم من تولي أي منصب في الولايات المتحدة. وقالت كاثرين إذا اتهم ترامب وأدين بإخفاء أو إتلاف السجلات الحكومية بموجب هذا القانون فيبدو أنه سيتم منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن البريطانيين ينوون تنظيم حملة منظمة عبر الامتناع عن دفع فواتير الطاقة، وذلك في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير كما هو متوقع هذا الشتاء، وذلك وفقا لاستطلاع جديد. وقالت الصحيفة في تقريرها إن نصف البريطانيين تقريبا 44%
يخشون اندلاع أعمال شغب إذا لم يجري منح المستهلكين مزيداً من المساعدة بشأن الفواتير المتوقع أن تصل إلى 3500 جنيه استرليني اعتباراً من تشرين الأول أكتوبر، 4000 جنيه استرليني بحلول الربيع. وقال سايمون هانا لصحيفة The Independent إن الجميع يستشهدون بأحداث الشغب التي وقعت في شهر آذار مارس 1990، وكان ذلك مهماً للغاية لأنها أرسلت موجات الصدمة لمؤسسات الدولة. ولكن ما أوقف ضريبة الاقتراع حقاً هو أن الملايين من الناس لم يدفعوها بتاتاً أو لم يدفعوها بالكامل. وجاءت النتائج التي توصلت إليها مؤسسة سافانتا الاستطلاعية في الوقت الذي وعد فيه المستشار السابق ريشي سوناك لمزيد من الدعم للأسر الأكثر ضعفاً إذا أصبح رئيساً للوزراء، في حين رفضت منافسته على قيادة حزب المحافظين ليز تروس الالتزام بدفع مدفوعات مباشرة لمن هم في أمس الحاجة إليها. وأوضحت الصحيفة أن الطامحين لقيادة حزب المحافظين لم يظهروا أي علامة على الاستجابة لنداءات من رئيس الوزراء الأسبق جوردون براون واتحاد الصناعة البريطانية للعمل معا وراء حزمة طارئة من المساعدة الفورية. لكن بوريس جونسون رئيس الوزراء المستقيل قال إنه على يقين تام من أن رئيس الوزراء القادم سيعلن عن تقديم المزيد من المساعدات، فيما قال الخبير مارتن لويس إن حكومة الزومبي بين مزدوجين بحاجة إلى الاستيقاظ في أقرب وقت ممكن عندما يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد من قبل أعضاء حزب المحافظين. وقد وقع حوالي 100,000 شخص حتى الآن تعهداً مع مجموعة حملة لا تدفع للمملكة المتحدة لإلغاء عمليات الخصم المباشر لفواتير الطاقة اعتباراً من 1 تشرين أكتوبر في حال لم يتم تخفيضها. وبحسب الصحيفة فقد أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة سافانتا لصحيفة الاندبندنت أن 7% من المستهلكين يقولون إنهم رفضوا بالفعل دفع فواتيرهم بالكامل، بينما يفكر 19% في القيام بذلك، وقال 35% فقط إن حملة عدم الدفع المنظمة لن يكون لها مبرر، بينما قال 10% إنهم لا يعرفون، وقالت نسبة مماثلة من الأشخاص إنهم سيكونون مستعدين تماماً للانضمام إلى الاحتجاجات ضد شركات الطاقة، بينما قال ما نسبته 29% إنهم يعتقدون أن الاضطرابات المدنية يمكن تبريرها كجزء من حملة التغيير. بات الوضع شبه طبيعي في مطار كابول بعد سنة على تدفق 10,000 رجال والنساء والأطفال الأفغان إليه في محاولة يائسة للفرار. حفرت في ذاكرة ملايين الأشخاص عبر العالم مشاهد الحشود التي تحاول الصعود إلى طائرات رابضة في المطار مع تسلقهم الطائرات أو تشبثهم بطائرة شحن للجيش الأمريكي ليتمكنوا من مغادرة البلاد بأي وسيلة. التقط مصور لوكالة أجنبية صوراً عن موجة الذعر هذه التي طبعت حالة الفوضى التي رافقت انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان بعد تدخل عسكري استمر لعقدين. بعد سنة على ذلك أصبح المطار يستقبل بعض الرحلات الداخلية والدولية، لكن ثمة حاجة إلى دعم كبير لكي تتمكن شركات الطيران الأجنبية الرئيسية من استئناف برنامج رحلات كامل. نتابع وإياكم الآن الكاريكاتير.
مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. دائما وأبدا كونوا في رعاية الله. إلى اللقاء.